وي غيكو عندنا افتتاح مراجع الموازين بسلا ان شاء الله. انا وكرافاتا وايهاب امير. وكنوجدوا ان شاء الله ان فغي شو زعما الا توفقنا زعما في داكشي اللي كنتخيل في راسي زعما غيكون ان فغي شو يعني غنبرودوي ديك لاس بروميير سين اللي كاينه في الكليب. اييه خطفتيها من فمي. بغينا هذاك الشيء اللي في الفيديو يكون يشوفوه الناس ويستمتعوا في الواقع. الصلاة على النبي سير في الصف ديالو انت تخرج دير في الصف ديالك. لا ان شاء الله نكون في منصة سلا ونتفرج فيكم ان شاء الله. التجربة الأولى د موازين خلقت لك الجدال والنقاش والصوت هارب والشيء شنو وقع لك عاود مرة أخرى نعرفوا يعني مرون كان عندك شي كنت محارب فهمتي كنت أحارب فهمتي حيتاش كنت واحد الود اللي عنده بحال 19 عام وغيطلع في موازين ويلا عمل جوج الاغاني وكيفاش وعلاش وحنا سنين ما طلعناش دونك فهمتي كنت عندي واحد الحرب وحتى انا بسيشيكمو ما كنتش مزيان باسكو كنسمع غير السلبي ما كاينش مره الايجابي كنقول واش انا كنخربق ولا شنو كنعمل واش حبيت تبان انا ما شفتكش مباشره شفتك من التلفزيون من التلفزيون نقول هي اش طلع هذه العائله هذه دونك من بعد شي مرون عندك دونك جبنا يعني جروب من هولندا وكذا فهمتي بزاف د الحاجات اون توكا ينسى دابا حنا انت بغيتي تنسى التجربه الاولى د موازين لا ماشي بغيت ننسى انا كنفتخر بها نعم صحيح كنفتخر انني كنت من الاصغر المغاربه يطلعوا في مهرجان موازين وباش تكون اصغر واحد طلعتي في مهرجان موازين يعني كتستحق وانك خدمتي الحمد لله دابا كنرجع يعني بلو ماتور اختاريتي اخترت شويه دونك اللي كبر الواحد اللي ينضج اللي دابا كنتمنى ان شاء الله ان لو شو يكون فريمون انترناسيونال يعني والناس تلا يجيو يتفرجوا شي حاجه اللي عمرهم شافوها يعني والخدمه هادشي ماشي هيدا وكتوصل له يعني حنا دابا خدامين على الكوريغرافي الدونس ما كنجلسوش يعني خدامين الديريكسيون ارتستيك باش ان شاء الله يكون هذاك الشو يعني يشرف بالمغرب ان شاء الله.